اليوم عندنا قصة، وللأمانة القصة تحتاج حل. فبما أنه بكرة أنا ذكرت الشيء هذا في السناب، عملية الوالدة بإذن الله راح تكون الساعة 7 الصباح صباح الجمعة اللي هو بكرة. فالعملية حتكون لمدة 8 ساعات. أنا ذكرت كل شيء في السناب، ما راح أعيد هنا وأطول، ولكن باختصار عندها سرطان خفيف في الفك، راح يستأصل إن شاء الله، يعاد ترميم المكان وزي كذا. فدعواتكم تكفون، دعواتكم للوالدة إن الله يقومها بالسلامة، تعدي هالعملية على خير يا رب وتنجح، وإن شاء الله بإذن الله مطمنين إنه نسبة نجاحها بإذن الله، نقول بإذن الله 99% في مدينة ملك فهد في الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. شو أخباركم؟ شو علومكم؟ وش مسوين؟ ما كان ودي أنزل قصة اليوم، لكن لأنه بكرة ما راح أنزل برضه. كنا في مدينة ملك فهد في مستشفى في الرياض عشان الوالدة اليوم تنومت. بكرة الجمعة إن شاء الله صباح الجمعة هتكون عمليتها الساعة 7. ذكرت كل شيء في السناب قبل فترة، وأعيد اليوم عشان أذكركم أنه تكفون، يوم فضيل، أبيكم كلكم تدعون للوالدة لأنه عندها عملية إزالة ورم خبيث اللي هو السرطان في الفك. بإذن الله أنها عملية راح تكون من أسهل عمليات السرطان، لأنه في الفك حيزال وحيصير بعدين ترميم وزي كذا. 8 ساعات إن شاء الله يا رب تعدي على خير. دعواتكم للوالدة تكفون، إن الله يشفيها ويقومها بالسلامة ويعدي هالعملية على خير. لا تنسوها من دعواتك، فادعوا لها في كل وقت، خصوصا جمعة وساعة الاستجابة. لا تنسون الوالدة من دعواتكم في أمس الحاجة لدعائكم، دعوة شخص غريب تكون مستجابة عند رب العالمين ويهول عليها إن شاء الله ألم العملية هذه يا رب. قصة اليوم تحتاج حل، وإن شاء الله جيش وليدو ما راح يقصر مع صاحبة القصة. ندخل في قصة اليوم. أنا جميلة لطيفة حنونة كالعادة، الإنسانة هذه تقول أنا من دولة عربية ومن طفولتي عايشة في السعودية. صارت عندنا مشكلة أنا وأمي إنه بطاقات زائر وما زائر وكذا ما قدرنا نطلعها. فأمي متزوجة، زوجها سعودي، للأمانة كان معيشة عيشة مرة كويسة، وأنا كنت عايشة معاهم، محترمني مقدرني، وما شفت منهم أي شيء إلا إنه يعني من ناحية إنه احتياجاتي كانت كثير بحكم إني بنت وحيدة لأمي وزي كذا، ف ما كان قادر انه يلبي لي احتياجاتي. فجت تفكير في بالي انه لازم اتزوج. كنت اشوف البنات اللي حولي وصديقاتي وكذا متزوجات، واللي مع زوجها واللي مدلعها، كنت اتوقع انه كل البنات اللي بيتزوجون بتصير حياتهم حلوه مره، وانه انا جميله لطيفه حنونه كالعاده. الانسانه هذه تقول انا من دوله عربيه ومن طفولتي عايشه في السعوديه. صارت عندنا مشكلة أنا وأمي إنه بطاقات زائر وما زائر وكذا ما قدرنا نطلعها. فأمي متزوجة، زوجها سعودي، للأمانة كان معيشة عيشة مرة كويسة، وأنا كنت عايشة معاهم، محترمني مقدرني، وما شفت منهم أي شيء إلا إنه يعني من ناحية إنه احتياجاتي كانت كثير بحكم إني بنت وحيدة لأمي وزي كذا، ف ما كان قادر انه يلبي لي احتياجاتي. فجت تفكير في بالي انه لازم اتزوج. كنت اشوف البنات اللي حولي وصديقاتي وكذا متزوجات، واللي مع زوجها واللي مدلعها، كنت اتوقع انه كل البنات اللي بيتزوجون بتصير حياتهم حلوه مره، وانه اتوقع انه اي واحدة تتزوج انها راح تكون حياتها مره فله كويسه، وان الزوج بيوفر لها كل شيء. كان هذا التخيل، لكن للأسف في الواقع حطيت في بالي أنه أي أحد بيتقدم لي راح أوافق على طول. وبالفعل تقدم لي شخص سعودي، لكن للأسف طلع عكس زوج أمي تماما. أول ما جاء وكلامه وإني أنا بسوي وبعمل وكذا، تقول الشخص هذا عمره 40 وأنا توي عمري 19 سنة. رضيت فيه
هذا بيعيشني عيشة مرة حلوة على كلامه، والنبي يسفرني وسافر أنا وياه، بيضبط بطاقتي وبصير نظامية وأشياء كثير كان يقولها لنا وكنت أحلم فيها، بس مجرد حلم لأنه في الواقع ما صار أي شيء. أمانة كنت باني طموحات مع هذا الشخص، وعدني بأشياء كثير. طبعا كان يقول لي إنه لأنه هو متزوج، كان يقول زوجته إنه مريضة وما قدر يتحمل العيشة معاها، وكلام كثير إنه بيكون وقته كله معاي وأشياء كثير وعدني فيها. المهم كنت مستعجلة أنا، يعني أي واحد بيجيني قلت أبتزوج أي واحد. فهذا جاء عشمني على أشياء كثير، وافقت عليه من دون ما نسأل عنه. تم الزواج، حتى الزواج كان عائلي وبشكل سريع. بعد الزواج أخذني ورحنا إلى فندق، حتى الفندق والله كان شيء بسيط جدا، يعني ما تقول إنه هذه ليلة دخلة بتكون في هذا الفندق الكويس، يعني أقل شيء هذه الليلة. أول يوم لي توقعت إنه بيكون يوم بتدلع فيه، بيكون يوم جميل مثل الأيام اللي نسمعها في ليلة الدخلة، تقول لكن والله ما شفت شيء أبد. من يوم شفت أصلا شكل الفندق وأنا غاسل أيدي، دخلنا وعلى طول بكل برود، يعني حتى لا طلب عشاء ولا طلب شيء ناكل ولا في أي حاجة. تقول هذه الأشياء اللي كنت أشوفها بس في الأفلام، أما في الواقع انصدمت إنه جاء أخذ الغرض اللي يبيه. ونمنا اليوم الثاني، صحينا على طول قال جهز أغراضك يلا بنمشي. كيف؟ قال يلا رايحين على أبها. وبالفعل سافرنا على طول إلين ما وصلنا أبها، وكان على أساس أني بوصل أبها أستقر في بيتي اللي وعدني فيه من ضمن الوعود الكاذبة. تقول والله العظيم وصلنا أبها، أول ما دخلنا حسيت أن الرجال ارتبك، بدأ يعني عنده شيء. شفت الشخص اللي يبي يفاتحك بموضوع وهو منحرج، بدأ يقول لي شوفي احنا بنروح الحين بيت اختي. قلت له ايوه. قال بنجلس عندها يوم يومين ثلاث ايام على ما اجهز الاثاث الباقي لي بيتنا. قلت يا فلان شلون بجلس عند حرمة وفي اول ايام وزي كده، كيف عند اختك بكون محرجة وكده؟ قال لا 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 ما عليك، انا كلمتها وقالت ابد حياكم الله اجلسوا كما بغيت. فوالله على طول راح ونزلني ونزل اغراضي، اعطوني غرفه، تقول على طول حطني ومشى من دون حتى ما يسال يلا بمشي ولا مع السلامه. جلست عند اختها غريبه ومنحرجه منها. عليكم ثاني يوم من زواجي ينحاش عني زوجي، استغربت وين راح، ما في ميانة بيني أنا وأختي عشان أسألها وكلمي كذا أدق عليه، ما كان يرد وساحب علي. ثاني يوم، ثالث يوم جاني الساعة 11 في الليل، جاء ودخل على طول عندي معليش وأنا آسف انشغلت وكذا، توني أبي عاتبة على طول جاء وأخذ الشيء اللي يبيه نفس المرة الأولى. حتى أني قلت لها بيتكلم معك، قال يا ما في وقت وانت عارف البيت ازعاج وكذا، يلا خلاص خلاص روحي. ما اعطاني مجال اتكلم، البزارين موجودين وخلاص ويلا. تقول والله ويطلع على طول ويتركني، حتى هذاك اليوم ما نام عندي، راح عني. وكالعاده ثلاثة ايام ما شفت الا اليوم الرابع. والله اليوم الرابع جاء عندي وخلاص انا معصبة. تقول من يوم نزل اغراضي كان جوالي مع الشنطة حقتي وكذا، فنكب عليه زيت وخرب. في يوم جاني المرة الثانية بيقول له يعني صلح جوالي، سحب علي. فجيت معصبة، لا جوال أقدر أتواصل معك ولا تجيني ولا كنت مهتم، وحطني عند الحرمة، وش الزواج هذه ومدري وش، شو كلام كثير ولا اهتم في كلامي أبد. فجيت قلت له شوف ترى أنا عارف أنك متزوج ثلاث، وأنت قايل لي زوجتك وتعبانة وأنت متزوج ثلاث قبلي، وعارف أن عندك بنتك هي اللي تتحكم فيك وتروح وتجي
وخايف منه عشان كذا جالس عند امه. بس كل هذا ما يهمني. يوم شافني اتكلم كذا عصب وقال لي شوفي من الاخر، انا ما عاد ابيك، انا ما عاد ابيك، انا ابي فلوسي، وترى امك ازعجتنا اتصالات، بكره باخذك واروح فيك عنده. وهناك اتفاهم وياك. اليوم سمعته يقول كذا ما اهتميت بكلامه، بالعكس انبسطت اني بطلع من هذا السجن اللي حاطني فيه، لا احترام ولا تقدير ولا كاني زوجته، وكذب في كذب. كنت عايشه عند امي وزوجها اهون بكثير. فانبسطت انه قال كذا، قلت بس بروح هناك وبعلم امي بكل شيء، ابى اخليها هي تتفاهم معه. لكن تدري انه مجهز لي مكيده، وانه ورا السالفه هذه اشياء كثير. طلع انه متصل على امي ومهددها ويقول لها تدفعين لل20,000 اللي دفعتها لبنتك، انا ما لمست بنتك ولا شيء، وبنتك ما ادري وش وراها، في سر في راسها، لا تاكل ولا تشرب ولا تحترمني، وكلام كثير كان لامي. امي من الخوف نهدد وبابلغ وبسوي، وانه ما عندنا اوراق، والزواج تم بطريقه يعني غير رسميه. فراحت امي تسلفت الفلوس من دون لا ادري انا عشان ترجعها له، وما تبي تزعلني. وفوق هذا انه يوم جمعت الاغراض على اساس انه بياخذني ويوديني، طلع الذهب من شنطتي وانا ما ادري، وخذاه من دون ما يقول لي، يعني سرقني. وفوق هذا كل الوقاحه اللي فيه، والله العظيم بدل ما ياخذني يوديني لبيتنا ويقابل امي هناك، لا، اتصل على امي وخلاها تطلع تقابله في ابو عريش. وكان معاه طبعا يوم وصلنا كان متفق مع شيخ ما ندري هو شيخ ولا لا، المهم هذا اللي وقع له العقد وعقد له يعني عقد من ما هو رسمي ولا شيء للزواج. وجابه طبعا والتقى بامي وتكلموا مع بعض، وعطت امي الفلوس للشيخ هذا وهو سلمها لزوجي. المهم نزلني ركبت مع امي وراح. طبعا انا ما ادري عن شيء، وامي ما علمتني ولا سالتني عن شيء. بعد ما راح وراح الشيخ هذا، ركبت السياره مع امي تسالني في الطريق، يا بنتي وش اللي صاير؟ علميني. قالت لي امي هو المسك دخل عليك؟ تقول انا والله ما فهمت، ما استوعبت وش تقول امي. تقول لانه ما في احد فهمني وش الاشياء اللي تصير في الزواج و ما بعد الزواج وليلة الدخلة والأشياء هذه. تقول دراستي ما كملت حتى متوسط، حتى الشيء اللي يحصل للبنت شهريا تقول والله ما عرفت اليوم، كان يسألني وقت ما كان يجيني نزيف يقول لي هذه الدورة، أقول له ما أدري، ما حد علمني، حتى أمي ما علمتني. هذه المشكلة اللي حتى البنت اللي ما عندها أخوات وما عندها أحد يعلمها. المهم بعدها قالت امي تراه بيطلقك، ناوي يطلقك. هنا انا خلاص بديت اركز، كيف عشان يطلقني هو على كيف اصلا؟ فهمتني امي وش اللي صار والفلوس اللي دبر، اعطت الفلوس وانه يقول انه ما لمسني وانه ما جاني واني ما اكل وما ادري ايش واني ما ابي الزواج واكيد في راسها شيء. هنا قلت لامي كل شيء، قلت كذاب. رحنا الفندق وصار وبعدين وداني عند اختها وصار. تقول مشكلة اني ما اعرف الاماكن. علمت امي بكل شيء لدرجة انها بدت تبكي امي من القهر، ليش ما تكلمتي؟ ليش ما علمتيني؟ قلت وانتي ليش تستعجلين وتسوين دي الاشياء كلها بدون ما تقولي لي بعد؟ المهم بعدها قلنا لازم نروح نبلغ عنها، طبعا هذا بعد ما هرب وراح خلاص. المهم قدمت بلاغ، قالوا لي سلمي أمرك لله سبحانه وتعالى وانتظري إليه ما يصير حمل. وبالفعل جلست إليه ما جتني أعراض الحمل، فحصت وطلعت حامل. بعدها رجعت وكملت البلاغ، راحوا اتصلوا عليه، فلانة تقول كذا كذا كذا، قال ما هي بزوجتي ولا أعرفها. جحدني وقال هذه ما هي زوجتي. وريتهم صورة لي أنا وياه مع بعض، قلت كيف يقول ما هي زوجته؟ المهم صرت كل شوي رايح جاي للشرطة، لا معي سيارة
ولا معي مصروف اصلا اني اقدر اروح كل يوم واجي، تعبت. بعدها تحولت القضيه من الشرطه الى المحكمه، فهنا حكموا لصالح المحكمه بالنفقه. قام يصيح انا ما عندي وكيف، وهو والله يا وليد عنده محل سيارات وعنده فلل وعنده خير، الا انه بخيل اعوذ بالله وكذاب، ما ادري كيف ربي بيوفقه. المهم نقصوا النفقه الى 400 ريال. تقول انا من التعب والروحه والجيه وافقت، قلت خلاص مو مشكله، تعب الشرطه والمحكمه والبهذله. الحين ولدي عمره سنه واربع شهور، ما هو معترف فيه ولا نفقه، وحكم المحكمه تغير وما صار في صالحي. تقول امانه تعبت ما ادري ايش اسوي، انا ما عندي اثباتات عشان اقدر اخذ حقي، ولا عندي اي شيء، حتى لو بروح المستشفى واسوي وين اثباتك، وين عقد الزواج، وين، ما في شيء رسمي، ما ادري يا وليد وش اسوي. تكفون ساعدوني علموني طريقه، ما خليت مكان ما رحته، بس كل مكان يقول لي اعطينا اثبات اعطينا دليل. الحين انا وش اسوي في الحاله هذه؟ وجهوني انصحوني، اقدر اطلع شيء، اروح المكان، اروح الحاجه عشان اقدر اصلح وضعي. وبيكم تدعون ان الله ياخذ حقي من هذا الشخص، لانه ظلمني واستغل وضعي وكذب علي. وامي الان الفلوس اللي رجعت له والله انها دين عليها، والناس تطلبها ووضعها زفت، حتى زوجها ما يدري بالشيء ده، لان لو درى ممكن يسوي مشكله. ادعو ان الله ياخذ حقي منه لانه ظالمني، وادعوا لي ان الله يسر امري، يحفظ لي هالولد ويسر امورنا ان شاء الله، واني اقدر اشوف لي حل واطلع له اثبات واطلع لي بطاقه عشان اقدر امشي اموري، لاني في وضع لا يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى، حاله يرثى لها من جد. طبعا انتهت القصه هنا. للامانه قصص كثير والله يا جماعه الخير، يعني انا ما ادري بعض الناس يعني هو يتوقع ان الدنيا هذه تدوم له، نسى ان فيه رب العالمين فوقه ما يرضى بالظلم. يعني ظلمت بنت الناس، الشيء هذا انت ما ترضى حتى على اختك، لا على امك ولا على اي احد، بالاهانات هذه وتستغلهم بعد، لا حول ولا قوه الا بالله. بنت ضعيفه تدخل عليها وتنكرها بعدين، وش ذنبها؟ لا ومولوده الان تنكرها بعد، وين تروح رب العالمين؟ والله كلمة منها بس حسبي الله ونعم الوكيل، ورب العالمين عارف انها مظلومة. فهذا شيء، وانا انصح نصيحة، عقود الزواج خلوها رسمية. عقود الزواج انا اتكلم، شوف سواء كان الزوج سعودي او الزوجة سعودية، الاجنبي هذا او اي عقد زواج في السعودية أو برا السعودية، خلى موثق، اسأل على الأنظمة واسأل عن كل شيء قبل ما تزوج بنتك، لا ترميها لأحد يجي يلعب فيها. اسأل على نظام الدولة وش اللي لك وش اللي عليك، عشان بكرة إذا صار لك شيء تعرف تروح تشتكي. زي الآن القصة هذه، لا إثباتات ولا شيء، وجايب واحد ما ندري هو شيخ يعقد ولا ما يعقد، شكله خوية، ويلا وراح دخل عليها وسوى اللي يبغى وخلص الغرض ورجع وهددهم واخذ الفلوس ورجع. عقد هذا شق، دام ما هو مختم من محكمة او من دائرة حكومية خاصة بالعقود والانكح والاشياء هذه، فاسألوا قبل. وبالنسبة للناس اللي تظلم مثل الشخص هذا، والله العظيم ما راح يدوم لك هالشيء في الدنيا قبل الآخر، رب العالمين بيسلط عليك اللي يجي يظلمك بشيء أقوى منه، فيك أو في اللي ناس يعزون عليك. انتبهوا من الظلم، نقولها دائما، نام مظلوم مهما كان الأمر.
ولا تنام ظالم مع القريب ومع البعيد، مع القوي مع الضعيف. لا تتوقع جبروتك وعقليتك وكذا انك تلعب على العالم، لا والله، دعوة منهم مظلوم، هو دعوة يا رجال تنسفك تقطعك تنهيك في الدنيا قبل عذاب رب العالمين لك في الآخرة. الله ما يرضى بالظلم أبدا، فانتبهوا، اكتبوا لها في التعليقات ايش ممكن تسوي، الله يكون في عونها. واللي يعني لو دعوة اللي ما عنده حل، أو دعوة ما تدري شخص غريب ممكن دعوتك تغير حالة من حال إلى حال.